الأمانة العامة الحمد لله تم بطريقة جيدة. الإخوان تداولوا فيه التطورات الأخيرة، ما كاين حتى شي جديد ما عدا التطورات الأخيرة، وصدروا بيان كيتمنوا فيه البلاغ اللي صدروا الأمين العام والسلام. راه البيان موجود، راه ستجيبو ويتم اللقاء اخر. لا دابا كاين شي واحد لا يجيب من يتصلوا به. لا الرأي العام هذه ثلاث اشهر وحنا في المشاورات وصلنا لواحد الوضع، يعني جاوبت عليه في بلاغ صدرته البارح. المواطنين راهو ما كيعرفوا الحمد لله كيفاش تقبلوا ملي تكون شي حاجه جديده يعني ذات معنى نعاود نبلغوها له، نبداو غير نهضروا بلا قاعده. يلا قول ما يرى خصوصا الثقه مع الرئيس الحكومه على الساقين. كتجاوب الناس؟ انا كيظهر لي الياس العمري الجواب عليه كان نهار 7 اكتوبر ماشي اليوم.